السلام عليكم، كيف حالكم؟ بدنا ناخذ سؤال رقم 7. طبعا سؤال رقم 7 بحكي نفس الكلام اللي حكاه سؤال رقم 5 كمقدمة. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the given curves about the specified axis. الآن شو الكيرفز اللي أعطاني إياها؟ شو المنحنى؟ وشو الالتفاف حول أي الإكس ولا الواي؟ الآن حكى لي الفانكشن الأول y equal x تكعيب، y equal x، والإكس أكبر من الصفر about الإكس أكسس. مباشرة أول ما أبدأ باجي بحط كلمة إكس أكسس، شو تعني لي؟ y تساوي صفر. دائما حكينا معادلة الإكس أكسس y تساوي صفر، معادلة الواي أكسس x تساوي صفر. فباجي بعلم الآن، أنا عندي إيش هنا؟ y، وهنا شو؟ y. كم function عندي أنا شايف؟ two functions، صح؟ y equal x، y equal x تكعيب، ونفس محور الدوران. مباشرة بعرف إنهم مباشر، برجع مباشرة وبفرجيكم. حكينا إذا كان عندي y واحدة، y equal صفر اللي هو ال x axis الدوران، هذا بيكون الديسك. لكن two functions بيكون إيش؟ ونفس محور الدوران اللي هو الواشر. الواشر شو قانونه؟ قانونه الباي بتكون برا، تربيع الأول الأكبر ناقص تربيع الثاني. طيب خلينا أول إشي إيش نبدأ نرسم، بس أنا الآن عارف القانون اللي هستخدمه. لما أجي بحكي step one بدي أرسم، تمام؟ فالرسم بالنسبة إلي سهل جدا، لأنه حافظ أنا رسمة إكس تكعيب، وراجعنا اللي ما انتبه يرجع يراجع الرسمات، راجعناهم بأول فيديو قبل ما نشرح الأريا، أول فيديو بتشابتر 6 كانوا هاي الرسمات. أنا عندي رسمة مين؟ الإكس تكعيب هاي زي هيك بالأسود، وعندي رسمة الإكس هاي خط مستقيم. فبنرسمهم بدنا نبحث الآن عن نقاط إيش تقاطعهم. فهذا y equal x، وهذا خليه بالبني y equal x تكعيب. بس لاحظوا شغلة، إنه حكالي إيش؟ x أكبر من الصفر، إذا هذا المنطقة ما بديش إياها، هاي المنطقة ما بدي إياها، بس بدي إيش؟ المنطقة اللي على اليمين. فأكيد عارف إنه هاي المنطقة المحصورة، وبدي ألفها حول مين؟ حول x axis. يعني كأني بحكي خد أي مكان، هاي دائرة، حتى هاي الدائرة خليها بنفس لون ال، والدائرة اللي برانية هاي ها، طيب هذا الشكل لو رجعنا رسمناه، طبعا هون حتكون هيك هاي. فالمهم هاي المنطقة اللي بدنا إياها إحنا، محصورة بين إيش؟ عبارتين. هذا الشكل، عشان هيك سميناه واشر لأنه فيه فراغ. إنتوا بس ارسموا، إذا ما عرفتوا ترسموا 3 dimension حطوا إيش إنه التفاف وين مع مثلا على الإكس أكسس على الواي أكسس. لأن بلاحظ إنه أول إشي حتى قبل ما أبدأ بالفانكشن وأشوف مين الفوق ومين التحت، خلينا نجد نقاط تقاطع. أنا عندي إكس تكعيب إكس، تعلمنا بالأريا إنه مباشرة بدك تجد نقاط تقاطع نروح نساوي two functions ببعض، اللي هو x بيساوي x تكعيب، بنقل x لهناك بتصير x تكعيب minus x تساوي صفر، بطلع عامل مشترك ال x بضل x تربيع minus 1. الآن هذا فرق بين مربعين، هلا ليش طلعت عامل مشترك؟ دائما لما يكون كل ال function بس فيه xات معناه فيه عامل مشترك، فطلعت أنا ضل x تكعيب minus x، ال x طلعت ضل x تربيع minus 1. الآن ال x تربيع minus 1 شو بسوي فيه؟ حلله فرق بين مربعين. أخذنا إحنا فيديو اسمه الفاكتورينج، تمام؟ هذا كان بـ section 7.4، تمام؟ لما درسنا الـ partial fraction. اللي interest بالفاكتورينج والآلة الحاسبة ممنوعة عنده بالامتحان، فبإمكانه يرجع لـ section 7.4 ويتذكر الفاكتورينج. شرحنا اللي هو من حدين، هذا من حدين، فرق بين مربعين، عملته بارت 1 وبارت 2. الآن بساوي كل قوس بالصفر بطلع x equal 0 أو x minus 1 تساوي 0 معناها x تساوي 1، صح؟ أو x زائد 1 تساوي 0 معناها x تساوي كم؟
سالب واحد. رحت سويت هذا بالصفر، هذا بالصفر، نقلت الماينس واحد صارت واحد، وهذا بالصفر نقلت الواحد صارت ماينس واحد. لأن هذول الثلاث نقاط في واحدة منهم ممنوعة اللي هي من السالب، لأنه حكالي بس بده إيش قيم موجبة، فبس باخذ من الزيرو للون، بعرف أكيد هاي الصفر وهي شو الواحد. الآن أنا عارف مين من الرسمة، واضح إنه اللي فوق الواي، بس أحيانا أنتم ما بتعرفوا الرسمة هيك جاي ولا يعني ما بتكون واضحة، فأنا بنصح إذا ما عرفته خد أي نقطة من الزيرو للواحد وعوضها بالفانكشن هذا والفانكشن هذا، شوف مين أكبر. لو أخذت أنا النص، نص تكعيب ثمن يا جماعة، لأنه النص لما أكعبه بتكعب المقام فبصير واحد على ثمانية، والنص لما عوضه هون بضل نص. مين أكبر، النص ولا الواحد على ثمانية؟ أكيد النص، عشان هيك بعرف إنه الواي إيكوال إكس أكبر من الواي إيكوال إكس تربيع. فلما طب شو بفيدني هذا الإشي؟ بفيدني إني لما أجي أكتب الفوليوم، الآن نكتب الفوليوم، الفوليوم حتكون عبارة عن باي انتجريشن، حكينا الفانكشن اف اوف اكس، اف اللي هو الكبير، مين اللي هو بحالتنا اللي فوق الاكس. هون الرسمة واضحة، بس احيانا بعض الرسمات تكون مش واضحة وانت ما بتعرف ترسم، فافضل لك انه تعملها بالتعويض، يعني تاخد اي نقطة بين 0 وال1 وتعوض. هلا هون عوضت الفانكشن الاول اللي هو الاكس تربيع ناقص الاكس تكعيب تربيع، حسب مين؟ حسب هاي القاعدة، الفانكشن الأول تربيع ناقص الثاني تربيع، في برا طبعا باي ما ننساها، حطيتها هي برا، طبعا اكس تربيع بتضلها اكس تربيع، اكس أس ثلاث، أس اثنين هم تضرب الأسس، ثلاث ضرب اثنين ستة. اللي عنده مشكلة بالألجبرا يرجع على فيديو رقم واحد، هو فيه ريفيو على الألجبرا بالبلاي ليست تبعت كالكولس 2. الآن الإكس تربيع تكامله بصير إكس أس 3 3، الإكس أس 6 بصير إكس أس 7 7. طبعا كيف عملت الانتجريشن؟ بجمع على الأس 1، يعني أنا عندي إكس أس عدد، شو الانتجريشن إله؟ بروح بجمع على 1 فبصير إكس أس 3 على 3، الإكس أس 6 برضو بجمع على الأس 1 بصير إكس أس 7 على 7. هاي بفيديو رقم 2 قواعد الانتجريشن. فالآن بحط من وين لوين، طبعا أنا عندي من الزيرو إلى الون، بعوض واحد أس ثلاث واحد على ثلاث، ثم تطلع باي في واحد على ثلاث ناقص واحد أس سبعة اللي هو واحد على سبعة. الآن بس ضايل إيش؟ أوحد مقامات إذا الحاسبة مش مسموحة، أو مباشرة بالحاسبة بضرب هون بسبعة بسبعة، هون بضرب بثلاث بثلاث. طالما المقام توحد اللي هو ايش؟ سبعة ضرب ثلاث واحد وعشرين، هون واحد وعشرين، فبحط المقام واحد وعشرين وبطرح سبعة ناقص ثلاث كم؟ أربعة، وهذا الجواب أربعة على واحد وعشرين باي. إذا عجبكم الفيديو يا جماعة شاركوه مع أصدقائكم، خلينا ايش ننشر القناة واعملوا لايك، يعطيكم العافية، الله معكم.